قصتنا اليوم نحكي على السي بي وجديد في السي بي، غلق باب الترشحات لرئاسة النادي دون تقديم أي قائمة الترشح. على كل هذا الموضوع وأكثر وبقية أخبار النادي البنزرتي بجدينا في المباشر من بنزرت من عند زميلنا رمزي بغربي. رمزي أهلا بيك. مرحبا بيك إسلام ومرحبا بالسادة المستمعين على راديو إكسبريس إف إم. دونك رمزي، لو كان ناخذ من عندك آخر التطورات والتفاصيل بخصوص السي بي. هو كما كنت تحكي اسلام، كان من المفروض انه يتقدم ترشح او اثنين قبل اغلاق باب الترشحات نهار 18 جويليا بالتحديد ولت البارح، لكن لم تصدر حتى قائمه على الكتابه العامه للنادي الرياضي البنزرتي، وبالتالي تم اغلاق باب الترشحات بدون تقدم اي شخص لمنصب رئيس الجمعيه. ونعرف انه الانتخابات مبرمجه لنهار الاحد 24 جويليا. نعرف انه منذ قرابه 10 ايام كانت هناك جلسه عامه عادية وجلسة عامة خارق للعادة تم تنقيح فيها جملة من الفصول، الفصول هذه معناها اللي تشمل رئيس الجمعية ونائب رئيس الجمعية وكافة الأعضاء. وكنا حكينا إسلام في وقتها، قلنا أنه فما هناك بعض الأسماء قد تترشح لرئاسة النادي الرياضي البنزرتي، مش بدنا اسم سمير يعقوب، مش بدنا اسم شخص ما سميناش، لكن قلنا فما نية أنه يترشح من خارج بنزرت أو معناها مقيم بالخارج، معناها بالتحديد فرنسا. لكن المفاجأة أنه قلت البارح كي تم غلق باب الترشحات لم يصدر اي ترشح على الكتابه العامه، وهذه نقطه استفهام كبيره، وهذه ولات عاده في بنزرت اسلام، هو عزوف المسؤولين على تولي المسؤوليه بعد مادي بن غربيه جاء عبد السلام السعيداني، بعد ما عبد السلام السعيداني كانت هناك هيئه تسييريه بقياده سامي بلكايه. وحتى الناس كل ساعات في وقت من الاوقات انه تصير انتخابات باش تتصور الوضعيه الماليه والوضعيه الماديه للنادي الرياضي البنزرتي، لكن تولى تسيير الامور سامي بلكايه الى حين معناه نهايه الموسم. والنادي البنزرتي كما قلنا انه منع معناه على بكري وقدم موسم ممتاز. الناس كل بعد الجلسه العامه العاديه اللي صارت كانت تطمح أن يكون هناك موجود شخص، خاصة بعد تسوية الوضعية المالية، كما قلنا كان هناك تقرير مالي موجود في الجلسة العامة العادية، الناس كل قالت على خير إذا كان اليوم وضح التقرير المالي بالنسبة للهيئة التسييرية، ما نحكيش عن التقرير المالي تاع أربع سنين تاع عبد السلام السعيداني، على قليلة اللي باش يقدم ترشح وينجم يلقى الدعم من المؤسسات الاقتصادية في بنزرت سواء الخاصة أو العامة، وكيف تسهيل الأمور وينجم يسير دواليب الجمعية. لكن المفاجأة صارت انه عدم وجود اي ترشح للنادي البنزرتي. تزامنا مع ذلك يا اسلام، نعرف انه الهيئه التسييريه مهامها كانت تنتهي زاد كيف معناها نهار 18 جويليا، لكن بتمديد من والي بنزرت الهيئه التسييريه ستواصل الى غايه 10 اوت. لكن السؤال المطروح، نهار 24 جويليا باش تصير الجلسه عامه ماهيش باش تصير، اذا كان تو ما فما حتى مترشح الهيئه التسييريه باش تواصل نهار 10 اوت اي دوره شنو باش يصير بالضبط؟ اسكو معناها باش تعاود تفتح باب الترشحات الى موعد لاحق؟ لان الامور ضبابيه كبيره اسلام. نعرف انه اليوم صحيح اي انسان باش يتقدم لرئيس الجمعيه يعرف على شنو قادم، خاصه في النادي الرياضي البنزرتي، ما نعرفش هذا هو السبب اللي خلى حتى حد ما يقدم ترشحه، وهذه نقطه استفهام كبيره. اسكو اليوم سؤال مطروح في بنزرت ما فماش شكون قادر على تسيير النادي الرياضي البنزرتي، وعلاش كل مره يصير التملص من المسؤوليه؟ علاش كل مره الناس معناها الناس تخدم بها في الفيسبوك، خلينا نكونوا اسلام وانت تعرف يطرحوا بعض الاسماء، لكن وقت الجد الجد ما تلقى حتى عاد. هو كما حكيت انت سمير يعقوب ما عرفش اكثر اسم كان حتى في وقت سابق كان عبر على نيته في الترشح، شنو حسب اخر الكواليس بنزرت شنو الشيء اللي خلاه يبدل رايه؟ ما نعرفش فلوس الديون المشاكل الماليه نتصور هذا ولا؟ والله باش نكونوا واضحين، هو راهو هو كشخص معناها ما خرجش وعبر مع الاعلام ولا عبر معناه في الجلسه العامه ولا حكى باسمه، معناه انه باش يكون هو المترشح في الكواليس اسمه تطرح ديما يطرح اسمه، مش ديما يطرح عليه. باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين اسلام ونعطيه معناه الامور بشفافيه، انه يعني اليوم هو الرجل الوحيد اللي قاعد يدعم في النادي الرياضي البنزرتي وين كل ما تصير غفره في السي بي. سمير يعقوب معناها خدم قبل مع مادي بن غربيه نائب رئيس، خدم قبل معناها وعطاه برشا فلوس للنادي الرياضي البنزرتي. اليوم وين تروح للهيئه التسييريه تهز التليفون تكلم سمير يعقوب، سمير يعقوب يعاون. اليوم سمير يعقوب كل مره وين فما اضراب انت لاعبين يكون موجود معناها في التمارين ويقعد يمد الفلوس، على ذلك اسمه كان مطروح برشا. حتى اليوم فما اعضاء الرؤساء القدامى ولا مش نحكي كبارات البلاد بين قوسين معناها ديما يرى انه سمير يعقوب هو القادر الوحيد اليوم. خلينا نحكي هو بعد مادي من الغربيه ربي يخلص وحده، ما فما حتى حد بصراحه انه قادر باش يكون موجود عنده المال وعنده الشجاعه انه باش يتقدم للنادي الرياضي البنزرتي، لانه اليوم نعرفوا الوضعيه الماليه صعيبه، اليوم نعرفوا العقوبات اللي تسنى. وشنو الانسان ما خليش يقدم ترشح للنادي البنزرتي اسلام؟ هي العقوبات اللي هابطه
معلش سمحت في كلمة الشتاء، عند رياض البنزرتي من الفيفا كل مرة يطلع ملاعبي اللاعب القطري اللي عندي 400 ألف دينار، اليوم آخرتها فما بنجورا قد يكون معناها 173 دينار، جميل شنو شتاتي حكيته 250 القطري دينار. رمزي؟ بصراحة شنو حكيته؟ هو القطر هو لاعب جاي ما لعبش حتى ماتش كمان، ايش غلط مع السيابي؟ لبس مريول، عمل تصويره مع رئيس النادي عبد السلام السعداني وروح على روحه، ولا شنو حكيته؟ فسر لنا شنو حكيته يا رمزي. وزيد من الطرائف انه طلع يترينا في غابه الناظور في يوم من الايام مع نادي رياض بنزرتي ربع ساعه، شد جنابه شويه لداخل اللعب هذا لانه لاعب هذا قوي عليه، هذا هو الموضوع، هذا موضوع كبير وشيك، انا ما نجمش خلينا نجيك من الاخر. يقولوا اللاعب كان هرب من التجنيد ولا حاجه كما هكا في قطر، صحيح الكلام هذا كجي هو عملها؟ يقولوا انه اللاعب هذا هارب من التجنيد من قطر ويلزمه يمشي يلعب معناه في بطوله من البطولات بالبرة كيكا باش يتفادى الخدمه العسكريه. قالوا صفقه تمت انه جاء للنادي الرياضي البنزرتي، هو راه موضوع كبير هذا، علاش؟ لانه موضوع جبدت فيه العديد من الاطراف معناها، وموضوع للمتابعه اليوم، لانه اللاعب هذا شكون جابه؟ شكون اللي دخله؟ شكون كان سبب وراء قدومه؟ اسك اليوم النادي الرياضي البنزرتي هو الفريق الوحيد اللي معناه قبل اللاعب هذا؟ علاش سليم انه هو موضوع تقريبا تقريبا رمزي تفكرني باللي صار مع الكاميرونيين في الكلوب، تقريبا نفس الحكايه، ولو انه المبالغ اكبر شويه، لكن 400 مليون مبلغ مهم جدا معناه. ايه الكاميرون ما عندهاش علاقات بتونس، باش ما ندخلوش في التفاصيل، قطر عندها علاقات بتونس، شكون دخل معناها اللاعب هذا العمدي؟ اسكو تخلي معناها انت هنا تو قاعد تلمح لنا باش نكبس لك، يعني شنو تقصد؟ اي احنا انا مش كون واضح معاك وصريح، ما نجموش نسميه الناس شكون اللي دخلوا، لانه ما غير اسماء، ما غير اسماء. الهيئه التسييريه، الهيئه التسييريه بيد اليوم رفعت قضيه للنيابه العموميه، هذه نقطه مهمه ما حكيناش فيها اسلام، انه بعد الجلسه العامه بعد ما تكلمنا احنا بنهار من الغدوه الهيئه التسييريه رفعت قضيه بالهيئه القديمه، معناها فيها عبد السلام السعداني، فيها هشام العلوش الميمير، ايمن الزين نائب رئيس، وكذلك صابر بن بركه والامين الكاتب العام، وقضيه موجوده لدى وكيل الجمهوريه في المحكمه الابتدائيه ببلزاد. من بين الحاجات اللي موجوده الشبهات هذوما اسلام، الشبهات معناها دار مال كبير ياسر، وشبهات من النوع هذا اليوم من عندي، شكون جابه؟ شكون دخله؟ عن طريق شكون؟ شكون كان الواسطه؟ بصراحه نقطه استفهام، والنادي البنزرتي هو اللي باش يدفع الثمن هذا، اذا كان اللاعب هذا جاي ما تريناش، ترينا نهار بيع ساعه وروح، وفي الاخر معناها مطالب انك تدفع 400 الف دينار، شكون اللي جابه؟ كيفاش دخل؟ كيفاش تمت الصفقه؟ هذه نقطه استفهام كبيره، وهذا موضوع معناه بالحق معناه مرهق. الدوسي نتاع القضيه فيه تحول انتقال يوسفان بنجيل بطولة قطر ولا ما فيهش؟ هو القضيه اللي اترفعت هو معناه فساد في التسيير الاداري والمالي معناه في الاربع سنوات في نادي رياض بنزرتي، او نقطه معناه باش نعطيك من الاخر ملخص، والقضاء هو اللي باش يفتح باش يحقق في الموضوع هذا، بما فيهم يوسف، بما فيهم اللاعب القطري، بما فيهم الصفقات اللي تمت معناها في الاربع سنوات الاخيره، هذا يقول علاش الهيئه التسييريه رفعت قضيه الى النيابه العموميه، لانه اليوم الهيئه التسييريه تقول لك انا الفلوس هذوما الكل معناها اللي سوى الدفع ولا دخل النادي رياض بنزرتي وين مشى؟ كيف اليوم اللاعبين اللي جاوا، انت تحكي كيما على الكاميروني معناها في النادي الافريقي ما ترناش حتى درج معناها وخذ مليار، زاد كيف اليوم انا عندي قلت لك ترانا في غابه الناظور في التمارين الصيفيه ربع ساعه شد جنبه، هذا مؤكد؟ شنو اللي مؤكد؟ اللي هي اشترينا ربع ساعة شاد جنبه معناه، ميم با أيوة ميم با لاعب كرة قدم معناه، هو انا كان نمشي تو نعمل حتى نص ساعة مش هو مش ربع هو ساعة. حتى كي تشوف اسلام البنية الجسدية نتاع اللاعب، انا ما اسمح احتراماتي ليه اللي عندي هذايا، ما احتراماتي ليه كان بالحق يكور معناه كرة قدم في قطر ولا لا، معناه البنية الجسدية معناه هو راهو نعطيك معلومة أخرى، مش لاعب قطري بركة جاي للنادي البنزرتي في وقت من الأوقات، سعودي 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 لاعب سعودي للنادي الرياضي البنزرتي، ان شاء الله ما تطلعش قضيه اخرى من اللاعب السعودي هذا في الايام القادمه. يعني السعوديين ما عادش عندهم برشا فلوس، ولا لاعبين السعوديه يجي يلعبوا في تونس فيهم فلوس اكثر معناها. صحيح معقول. بصراحه اغلي نقاط استفهام كبيره، علشان انت تتبرب شويه باش نوصلوا معناها الاصل ده، لكن ما نحبوش احنا كتو اليوم نحكي كاعلاميين كمش نسميه لا ما غير نسميه، اما الناس الكل تعرف، الناس الكل تعرف شكون الاصل ده. صحيح صحيح، كان نسميه الاسامي نوليو مطلوبين، خلي القضاء يخدم خدمته، وهيك فما قضيه معناها مطروحه، الهيئه التسييريه رفعت قضيه بالهيئه السابقه، ومن بين الحاجات هذوما انا قلت لك معناها اليوم الفلوس هذه دار معناها المال والصفقات المشبوهه، سيبي معناها برشا صفقات اليوم في النادي الرياضي بنزرتي موجوده، لاعبيه جات لعبت ربع ساعه واربع دراج وطالب في الفلوس نتاعها، وهذه هي نقطه الاستفهام، لكن تبقى السومه نتاع العنزي 400 ألف دينار، اليوم النادي بنزرتي معناها كمل الموسم نتاعه عاجز
انه معناها باش يوفر البريمات. انت تعرف سيابي معناها قبل ما تمشي تلعب في بنجردين عامله تدريب بعد الجمعه 10 ايام قبل ما تبدا الكوب مع الملعب التونسي، ومعناها دي حمام لنا مع اتحاد بنجردين، معناها كل مره لا يكون فما اضراب، معناها كما يتحولوش كبارات النادي. سمير يعقوب يمد الفلوس وبعض المستشارين الخواص يمدوا الفلوس، النادي البنزرتي كان ينسحب من الكاس منذ الدوره الثمانيه، ما يلعبش مع الملعب التونسي بعد ما يلعبش مع حمام. هذه معناها وضعيه ماليه صعيبه خالص. على ذكر تو احنا اسلام نحكي في الموضوع هذايا، شنو هو مصير النادي البنزرتي معناها في الايام اللي قادمه؟ هي اليوم الهيئه التسييريه نهار 10 اوت تنتهي صلاحيه نتاعها، معناها اليوم النادي البنزرتي بعد 10 اوت شكون باش يتحمل المسؤوليه؟ ونعرف الموسم باش يبدا نهار 30 سبتمبر، اليوم معناها اللاعبين مازلنا ما نعرفوش باش يقعدوا باش يمشيوا، وشكون المدرب شكون مش باش يدرب؟ معناها فراغ اداري وفراغ مالي كبير في النادي البنزرتي، ولان نقطه وسؤال على الكبار في النادي انهم يلزمهم يتحركوا، لانه النادي البنزرتي اليوم امانه، واليوم النادي البنزرتي عنده جمعه التالي احتفل معناه ب 94 سنه، حرام انه النادي البنزرتي يعيش الظروف هذه. هو في العاده حكيت على كبار النادي، في العاده في الوضعيات هذه سعيد الاسود يتدخل ويلم الناس الكل ويلقى حل، وينه شنو موقف سعيد الاسود من اللي صاير هذا الكل؟ هو باش يكون واضح معناه كي ما جاش موجود سعيد الاسود في النادي البنزرتي صراحه سلامه، النادي البنزرتي راهو مش يعيش في اسوء حالاته، لانه اليوم وين تصير ازمه وين تصير مشكل الا وسعيد الاسود يكون موجود. اليوم سعيد الاسود يحب يقرب الشام، يحب يلم معناه الناس الكل، لكن اليد وحدها ما تصفقش اسلام. وزاد كيف ما نجمش انا ولا انت غدوه تشد رئيس جمعيه في ظل هذه الظروف، يلزم توضح الرؤيه من الناس الكل، ويلزم صراحه صراحه باش نكونوا واضحين، اليوم يلزم تتلم من الناس الكل. ونعطيك معناها نحكي بكل صراحه اسلام، اليوم كي كانت يروح للنادي البنزرتي معناها كان يمشي لنادي بنغربي، معناها كان هو السند الاول وكانت الفلوس موجوده. اليوم صحيح يمشيوا لسمير يعقوب، لكن سمير يعقوب معناها في حدود معينه، معناها اليوم على ذاك الاسم معناها سواء اللي باش يسير اداريا وماليا مش موجود بالكيفيه اللي يلزم يعيش فيها نادي بنزرتي في الفتره المقبله، لانه فتره صعبه وصعيبه ياسر. اليوم اول حاجه ممنوع من الانتدابات، يلزمك تخلص الجامعه، يلزمك تخلص الفيفا باش تمنع من الانتدابات، باش على الاقل تنجم تجيب من لعبيه وديمار السيزون هذايا. صحيح ولد عملاه ولا عملاه ولا سنه معناها ابناء النادي مشات معاك الكره، نجم عام الجاي صحيح عندك الكفاءات وعندك الملاعبيه، لكن زاد الفلوس هي اساس معناها انك تنجم تعيش في كره القدم. فما نعرف حسب قراءتك فما ديلي وقتاش توضح شويه الامور ولا ضبابيه تامه تو؟ هو الحاجه المهمه انه ديما كي معناها يتم تمديد في معناها الاجيال نتاع الهيئه التسييريه ديما تقعد الامال مفتوحه والباب مفتوح معناها رؤيه نجم تكون توضح. هو شنو موجود تو اليوم انك عندك 10 اوت على قليله فما هيئه تسييريه نجم تسير دواليب نادي، لو ان الدنيا كل معناها تو واقفه كتار حتى الجمعيات مازالت ما رجعتش ترانا، لكن من ال 10 اوت يلزمك يا تعاود تفتح باب الترشحات في رئاسه الجمعيه، والا تحاول تلقى حل للفلوس اللي مخليتك معناها ما تنجمش تقوم بالانتدابات. اسكو اليوم النادي البنزرتي نجم يبشر تمارين قبل 10 اوت ولا لا؟ هذا كل معناها كل تسلام منا لنهايه الاسبوع هذا وبدايه الاسبوع المقبل توضح الرؤيه وين فما جديد اسلام كالعاده، نرجعوا ونحكيوا على الوضعيه اللي قاعد يعيش فيها النادي البنزرتي. ان شاء الله والقطر يحب 400 مليون. في انتظار السعودي. يا رسول الله يعطيك الصحة، شكرا لك رمزي بن غربية على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. كنكملوا في البلاي اليوم، شكرا محمود الشلي في الإخراج، محمود الزنيدي في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات إسلام.